عاوزين نبعد شوية عن الأدوية المرة دي، وأي تعب عندك يبقى هنستخدم له حاجة من الأعشاب، وهو نوفر عليك شوية بقى. تعال معي، لو عندك ألم في المعدة أو انتفاخ في البطن أو عندك ألم الحيض اشربي لي النعناع. لو عندك مشاكل في القولون يبقى اوعى تسيب الكمون مع النعناع. لو مشاكلك بس غازات اشرب ينسون. اما لو عندك انفلونزا والتهاب في الصدر يبقى احسن حاجة هي القرفة. اما لو عندك فقر دم يبقى كوباية كاكاو يوميا. لو في الم والتهاب في المثانة اوعى تنسى البقدونس. طيب لو حاسس بالقلق والتوتر ومش عارف تنام عليك بشرب البابونج. طيب لو في شد عضلي كل افوكادو. للامساك مفيش غير اللبن الرايب. طب لو ضغطك مرتفع خليك مع الموز. طب لو بتحس بحموضة اوعى تنسى الخيار. شكرا ليكم وسلام عليكم.